السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مره ثانيه في قناه الخواتات. هذه المره وصفه جديده. هذه الوصفه هذه الصراحه كنديرها بزاف ديال الطرق. هذه المره غندير معكم طريقه، وكل مره غادي نبقى ندير معكم طريقه. هي ماشي هي نفس الطريقه، غير التعميره كنبدل التعميره كل مره باش كنعمرها. على بركه الله ان شاء الله غنبدا معكم الوصفه ديالي، وهي الغولي ديال الدجاج. الغولي ديال الدجاج معمر، هذا النهار ان شاء الله غادي نعمرو بالفرماج. هذا الشرائح هكا ديال السندويتشات ولانشون، وكل مره غنعمروا لكم بطريقه. راه عندي عده طرق ديال التعميرات، كل تعميره ومذاق، وكل تعميره وكي داير المذاق ديالها. هاد المره ان شاء الله درت صدر ديال الدجاج، كي كتشوفوا انا سرمت داك الصدر ديال الدجاج. دابا نستغلوا الفرصه، الدجاج الصراحه رخيص. هاد كندير به الصوبات، ولا راك عارفه كتدخلي في بزاف د الحويجات كاين السم. عندي هنايا صدر ديال الدجاج اللي شديته وقطعته وطحنته، عندي هنايا الموطارد، عندي شويه المعدنوس، عندي لا شابلوغ، عندي حبه د البيض، عندي الثومه، وعندي هنا العطريه، كاين هذا السودانيه، كاين السكينجبير، كاين الخرقوم، كاين الابزار المليحه، قزبر يابس، شويه ديال الازير، شويه ديال العطريه ديال الدجاج. اللي بغى المذاق ديال التحميره والكمون يديرهم، اللي ما بغاش صافي. انا اكتفيت غير بهاد الانواع هادي. كاين اللي الصراحه كيزيد حتى شويه التحميره وشويه الكمون، انا استغنيت عليهم هاد المره، ان عندي من السم بازير وبالموطارد. هذا هما المقادير ديال الغولي ديال الدجاج. غادي نبدا معكم الطريقه، كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى انكم تكملوا معايا الطريقه حتى الاخير. على بركه بسم الله نبدا معكم البنات. عندي هاد الكفته ديال الدجاج اللي عندي هنايا، غادي نخويها هنا في هاد البول، نزيد عليها هاد العطريه كامله، غادي نخلي غير هاد الازير، غادي نحكو شويه بين يديا باش ما يبقاش. كيعطي الازير كيعطي لهاد الدجاج كيعطي واحد المذاق زوين. صافي درت هاد العطريه كامله، نزيد فيه شويه د المعدنوس، كاين اللي كيزيد حتى البصله، انا هاد المره اكتفيت غير بالثومه. يعني كيبقى بزاف الاختيارات فيه الغولي، بزاف كل واحد كيفاش كيدير بطريقته. صافي غادي نقطع انا هاد المعدنوس هكا رقيق، نرجع معكم ان شاء الله ملي غنساليه. كيجي غزال ودغيا كيوجد. انا الصراحه كنديرو في الليل، وكنخلي هاد العطريه كلها كتشربها الكفته ديال الدجاج ديالي. دابا الصراحه راني مزروبه لان موجده للغدا ان شاء الله. غادي ندير واحد معلقه د الموطارد هكا صغيره، هادي معلقه صغيره، غادي نصايب داك الثومه ديالي غادي نلاقها. اللي بغى يفورو يديرو يفورو، ولكن ملي كتفوريه ضروري خصك تصوطيه شويه ديال الزبيده والملح هكا باش كيعطي داك. انا هذا غندخلو للفران. بسم الله نزيد هاد البيضه، كندير المقادير كلها. غادي ندير واحد معلقه ديال لا شابلوغ حتى لجوج، ونشوف غادي نخلط ونشوف واش نزيد ولا صافي. بيدي الصراحه باش يتخلطوا ليا العناصر كامله. بسم الله صافي، باش ندخل هاد العطريه كامله في هاد الكفته. ريحه د العطريه زوينه البنات، هانتوما كتشوفوا. غادي نزيد واحد شويه ديال قلت لكم ديال الزويته البلديه. هاد الزيت البلديه ولا شابلوغ هما اللي كيفتيو لنا هاد الصدر ديال الدجاج، ما كيبقاش تقريبا معلقه ونص هكا. وملي حتى الزيت البلديه كتنسم، زدت داك شويه ديال لا شابلوغ اللي بقى ليا. انا قلت لكم هاد لا شابلوغ كتفتي لينا الدجاج، ما كيجيش داك الدجاج ديالنا ناشف وشاحت. حيد انا هاد طحنتو غير في مونينيكس، ضاعت ليا الهشوار، بقاو ليا شويه داك الجليدات. الله غنغسل يديا ونرجع معكم ان شاء الله.
بعد ما خلطته مزيان ودخلت فيه داك العطريه، دابا ان شاء الله غادي نحيدو وغادي نقادو. هانتوما كتشوفوا ندير هنايا الورق تاع الطبخ، غادي ندير واحد القطيره ديال الزيت غير باش انه كيساعدني، غير واحد القطيره هكا. غادي نشد هاد الكبته ديالي، غادي نطلقها على هاد الورق هذا على شكل مستطيل. ما نعاود لكمش، عرفت لكم كاين بزاف ديال الطرق. صافي انا غادي نمشي هكا هذا الكفته ديالي، تقريبا سنتيم هكا ديال الرق، تقريبا سنتيم. كيبقى ما تغلضوهاش بزاف وصافي نتلويو باش يجي داك الرولو ديالها كيجي زوين. الا ما ساعدتكمش البنات كدهنوا شويه يديكم بزويته بلديه وصافي، وكتساعدوا هكا بها. الطرماط ديالي المربى هانتوما، ناخذ لكم الحشوات. كندير بزاف الحشوات، هاد الحشوه هادي درتها بالفرماج واللانشون، وكندير حشوه بالصبانير والكروفيت. كاين حشوه غير بالفرماج، ديروا غير الفرماج، كاين اللي كيدير غير بهذا المسلوق، يعني عده حشوات كديري اللي بغيتي كديري، واللي عندك موجود كديري، كيبقى الحشوات داكشي اللي عندك. صافي البنات، هذه هي التعميره اللي بغيت ندير معاكم، هي هذه. غادي نحاول نزيدها نصيوص باش ما يجينيش خاوي من هنا. صافي هذه هي الحشوه اللي غادي ندير البنات، غادي نحاول غير بشويه هكا نلوي، ساعدوا شويه بهذا غير شويه، وقتكم داك الزويته اللي كدهنوا بها كتساعد شويه، كتمشيو كتجمعو حدو كيتجمع لكم. صافي الرولو ديالكم كتجمعوه مزيان، وانتوما كتزيرو، انتوما كتجمعو وانتوما كتزيرو على ال نتوما البنات. هاد الجهه اللي ما درتش فيها الزويته راه لصقت لي شويه، نتوما من الاحسن ديروا شويه ديال الزويته. صافي البنات، هو هذا غادي نجمعو بحال هكا باش يتزير مزيان وياخذ ليا الشكل غولي هكا. عندي انا الكاغيط كدرتو في صافي البنات، غادي انا صايبت قطعت الكاغيط وقديته. صافي دابا غادي نلوي هكا ونخليه ونلويه عليه الالومنيوم. انا قلت لكم حاولوا ديروا في الطول، ما درتش في الطول، هذا الكاغيط جاني ناقص شويه، ولكن غادي نلوي عليه مزيان الالومنيوم باش يتشد ليا مزيان. حاولوا تزيروه، هذا غنديروه في العرض باش يتشد ليا مزيان. انا الغولي ديالي كبير شويه وانا عندي الالومنيوم صغير. هانتوما صافي كتشدوها هكا وتلويو مزيان، راه دغيا كيوجد البنات. الصراحه دغيا كيوجد، ما غاديش ياخذ لكم واحد، اللي بغى يديرو عرابه حتى هو انا عوض درت الصدر ديال الدجاج، ديروا جوج وديروا عرابه يجي صراحه زوين، كتقدموه كطبق اولي ولا هانتوما باش ياخذ ليا الشكل ديالي. حيت انا الورق تاع الطبخ درتو صغير. صافي هذا هو الغولي ديالي ان شاء الله، دابا غادي نحاول انني نديرو في اللاطه اللي غادي ندخلو للفران. هانتوما يرتاح شويه، وباش باش حتى داك العطريه تدخل في داك الدجاج مزيان. صافي هو هذا غادي ندخلو للفران.
ان شاء الله غادي نسخن الفران مزيان وندخلو، مني غادي يوجد ان شاء الله غنشاركو معكم. والطريقه الاخرى اللي ما بغاش يدخلو الفران، ينقص من الغولي قسمو على جوج ويديرو صغيورين ويدير الكسكاس ويفورو في الكسكاس، ومنين يطيب في لافابور في التفوار، منين يتفور الدجاج ديالك وتحسي به انه طاب، صافي هي هذيك. كتشدي مقيله كدير فيها شويه زويته، شويه زويته بلديه ولا شويه الزبده داكشي، ولا خلطيهم بجوج وشويه ديال المليحه، وكتبقاي كتصوطيه فيها، كتبقاي كتدوريه في داك الزبده، وهذه حتى كياخذ داك هذا اللون مذهب، وداك الساعه كتقدميه لوليداتك. انا غادي ننتظر عليه في الفران اللي غادي يطيب لي ان شاء الله. منين كنشعل عليه الفران وكنحشي العويد وكنجبر العويد كيخرج ليا ناشف، صافي كنعرف ان الغولي ديالي طاب، غادي نحيدو ومنين غنجبدو ان شاء الله غنشاركو معكم. هذا الغولي ديال نتاع الدجاج غادي نقدمو بشلاضه ديال الرز، قطعت هنا شويه ديال المعدنوس كي كتشوفوا في الاول ما صورتش معكم، داك شويه ديال لانشون اللي بقى لي تا هو قطعته طريفات، ودرت المايز، وعندي الرز هنا كيتسلق سلقته هانتوما، غادي نسقطرو من الماء ونغسلو وغادي نخليه يبرد وغادي نكمل معكم الشلاضه ان شاء الله. قلت معكم بعد ما صايبت معكم قلت لكم غادي الشلاضه اللي غادي نرافقها مع هذا الغوتي ولا الغولي ولا كيما بغيتو سميوه كتبقى المصطلحات كل واحد والمصطلح اللي بغى يسميه به. عندي هنا مقيله شعلت عليها البوطه، غادي ندير لاصوص البيضه، سابق لي صراحه شاركتها معكم، غير هي شاركتها معكم دخلت فيها شويه العدن، هذه المره غنديرها غير بالبصيله. عندي هنايا واحد نص بصيله مشلضه، هي الا كانت البيضه احسن، انا ما عنديش، عندي واحد العلبه ديال الشومبينيو هكا معلب، ومن الاحسن الا كان طري كيكون احسن، يعني كيبقى هذا اختياري اللي عنده شي حاجه يديرها. وعندي الكريمه اللي غادي ندير الكريمه، انا غادي ندير هذا النوع هذا ديال الكريمه. ها نتوما معايا ان شاء الله، غندير واحد المغرفه ديال الزبيده هكا، نزيد معها واحد شويه ديال الزيت بلديه غير شويه باش ما تحرق لياش البوطه، راني شاعله على المقله. كنشارك معكم الغداء ديالي هذا النهار الصراحه اللي درته لوليداتي، ونيت غبت عليكم شحال هذه الصراحه ما درت شي حاجه، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا النهار الغداء ديالي. صافي غنزيد واحد القطيره هكا ديال الزيت بلديه غير شويه شي بزاف، نزيد داك البصيله، نشحر البصله مزيان، بعد ما تشحر لي البصله نحط الشومبينيو. الشومبينيو انا ما غادي نقطعو ما والو، غنخليه هكا، واللي بغا تقطعو تقطعو ماشي مشكل، غادي نرافق بهذا لاصوص، هذا غنرافق به هذاك الغولي ديال الدجاج ديال مع الشريده ديال الروز. غادي نخليها البصيله تنزل مزيان، هات بعد ما نزلت ليا البصله صافي غادي نزيد عليها هاد الشومبينيو حتى هو يتقلى مزيان، غندير واحد شويه د الصبر يابس هي شويه هي ديال الابزار، شويه د الملحه، وغادي نحك واحد شويه د الجوزه غير واحد شويه غادي نحك غير باش كان نستمع شويه ديال البودره ديال الثوم، هذا كيبقاو تنسيمات اللي بغا يدير شي حاجه يديرها. بعد ما يطيب ليا الشومبينيو ديالي مزيان ان شاء الله غادي الكريمه ديالي بعد ما تغلي ان شاء الله غادي نرجع معكم. صافي لينا الشومبينيو ديالي طاب، البصيله طابت، صافي عندها واحد جوج دقائق ثلاثه صافي، وها لاصوص ديالي واجده من الفران مازال سخون، غادي ندهنو وردو يتحمر. القوام ديال الروز اللي غادي ندير في الروز راني زدت فيه شويه ديال الزيتون مقطع، صافي لاصوص ديالي البيضه راها واجده. صافي غادي نحل على هاد الغوتي هذا وغادي ندهنو، غادي ندهنو بالزبده والسوجا باش يعطيني داك اللوين محمر، غندهنو مزيان ونردو يتحمر في الفران، غادي نحل عليه ونخليه يتحمر. ها حاولوا معاه غير شويه وغادي نشوف، الا كان انا راني تكيتو جاني طاب، ولكن غادي نتاكد، غادي نحلو ونتاكد، نتاكد ما بغيتش نتقبو بزاف حتى الفرماج ما يذوب ليا شي يخرج ليش مع الجناب،
الا كان مازال خاصو شويه صافي غنزيد نخليه يزيد يطيب شويه. كان صافي طاب صافي. الدجاج راكم عارفين صراحه راه قاس، عارفين الدجاج دغيا كيطيب ما عندوش واحد. وانا قلت لكم اللي ما بغاش يديرو في الفران يديرو حتى في الكسكاس. كان ندهنو باش كيتحمر ما كيبقاش هكا. اللي بغا يقدر يديرو في المقيله كيديرو في المقيله وكيصوطيه. انا غادي نردو للفران، هانتوما معايا ان شاء الله كنحيد له هاد الجهه التحتانيه راه تحمرت، نحيد له غير هاد. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش جا، غادي نردو غير يتحمر. راه طاب البنات هانتوما، وكيوجد دغيا الصراحه ما كياخذش واحد الجهه التحتانيه راه تحمرت. غادي ندهنو غير من الفوق ونهبطو للفران. انا عندي الفران ديال الغاز غادي ندهنو مزيان وغادي نخليه يتحمر هاد الزبده مزيان باش يتشرب هاد الزبده. و نيت هاد السوجه كتعطي واحد المذاق زوين. غنسقيها مزيان، نسقيه مزيان داك الزبده باش يزيد يتحمر ويعطي اللون مذهب. ملي غادي يتحمر ان شاء الله غادي نرجع معكم. اصلا تاع الزبده مع غادي يدخل مع داك الدجاج كيتزيد كتفتيها كيشرب داك الزبده كيفتا كيرجع غزال والمذاق زوين حتى هو. غادي نردو دابا البنات للفران ومني غادي يتحمر ان شاء الله غادي نرجع معكم. الصوص ديالي هو هذا، غندير له صوص فينيغريت. درت زويته بلديه مع الخل مع شويه ديال الابزار. صافي هادشي اللي عنده المايونيز يدير، يعني كيبقى اللي عنده شي حاجه يدير. غنضرب هاد لاصوص هكا حتى تختار وصافي. وغادي نخلط الشليده ديالي المرافقه لهاد باش تدخل هاد الشليده ديالي وجدات. صافي غنزيد لها غير شي هكا طريفات نتاع مطيشه، ما عنديش. الا كانت عندكم مطيشه صغيره ديروا هذيك، ما عنديش انا، باش تعطي داك اللون احمر باش نخرجوا الالوان. وصافي هادي هي الشليده ديال الرز ديالي. صافي غادي نخليها انا حتى نقدمها، سهله بسيطه كلشي كيعرف يديرها. ماشي اللي عندك اللي عنده شي حاجه يديرها وصافي. هي الشليده ديالي وجدات، الغولي عندي هو كيتحمر، لاصوص البيضه هي واجده. صافي ان شاء الله باقي غير التقديم النهائي. هاكم بعد ما حمرت الغولي ديال الدجاج ديالي، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. صراحه كيجي غزال، كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخير باش ان شاء الله تجربوه لوليداتكم وكيجي رائع. هذا هو الغولي اللي درت معكم هذا النهار. بعد صراحه مده طويله ما صورت معكم فيديوهات، قلت نشارك معكم الغداء ديالي هذا النهار. كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انه تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، واحد يقدمو كيفاش ما بغى. غادي نقدم لكم بطريقتي انا البسيطه، وكل واحد باش ما بغى كيقدمو. وحتى العرضات الصراحه كيجي في وسط لا صالاد الكبيره، كيجي الصراحه هذا الغوتي هذا، وكيتحط كمقبل في العراضه، يعني الطبق الاولي، يعني كتقدميه هو وعاد كتكملي التقديم ديالك. كنتمنى انكم تجربوه. بعد ما خرجت الغولي ديال الدجاج ديالي هانتوما كتشوفوا، دابا غادي نقطعوه موسم سنن. صراحه جربوها البنات وما غاديش تندموا عليه، خليوه يبرد شويه عاد قطعوه غير باش داك الفخوماج. هانتوما كيبقى تقطع داكشي اللي بغيتو، سنتيم ولا سنتيم ونص ولا داكشي اللي عجبكم. وراه البنات دغيا كيوجد، الا بغيتو ديرو حتى عرضه هكا راه دغيا جوج سوايع عاد. الا كنتو مشرملين الدجاج ديالكم في الليل احسن. صافي غادي نستمر البنات، انا كنقطعو هكا. وهذا تبارك الله غير صدر واحد ديال الدجاجه، ها نتوما شحال عطى. خصني نبقى نمسح الموس عاد نقطع باش داك، حيت مازال الفرماج سخون داكشي علاش. ها نتوما كيفاش جا، ها نتوما كيفاش كيجي. كيجي غزال الصراحه، كنتمنى انكم تجربوه. كيجي من داخل بهاد الحشوه هادي زويونه، ها نتوما كتشوفوا. صافي غادي نستمر البنات انا. هانتوما البنات بعد ما قطعت الغولي ديال الدجاج ديالي هانتوما كتشوفوا كيفاش جا. غادي دابا نحط الفلا ديالي درتو هنايا. صافي الطريقه ديال الرز كل واحد كيفاش بغى يحطها، انا حطيتها بهذه الطريقه هذه.
وانتم حطوا كيما بغيتو. غادي نشد داك، غادي نحطو هكا. البنات كتبقى الطريقه ديال التزيين كل واحد وطريقته، كل واحد يدير اللي بغى. يعني انا هادشي اللي اجتهدت فيه هو هذا، وكيبقى الاجتهادات ديالكم عاوت حاجه اخرى. كنظن ان كل وحده كتعرف دابا تزين. صافي انتما صايبت الغولي ديالي في البلا اللي غادي نقدم فيه. عندي هنايا الصوص، ها هما غادي ندير فيهم لاصوص اللي درت، البيضه اللي بغى يكب فوق الغولي يكب، اللي بغى يخلي غير في هاد لي صوص، في هاد الطبيصلات هكا لي صوص يدير. هذا هو الطبق ديالي الصراحه، وهذا هو التزيين ديالي. وكيبقى التزيين كل واحد والتزيين ديالو، كل واحد باش بغى يقدمه. كاين اللي كيقدمه بالخضره، كاين اللي يقدمه بالرز، كاين اللي يقدمه غير بالشليضه. انا هذا هو باش قدمته، وهذا الشيء اللي عندي واجد. يعني الصراحه لاصوص ديالي هي هادي، كنعمرها في هاد الزليفات ديالها. واللي بغى يدير فوق، قلت لكم اللي بغى يدير فوق الغولي ديال الدجاج ديالو يدير. يعني كيبقى داكشي ديرهم هكا، لانه وليداتي كيعجبهم هكا يغمسوا فيها، وفي نفس الوقت يحطوا الغولي ديالهم ياكلوه بها. غادي نحط واحد الجهه، غادي ندير فوقها صوص هانتو هكا باش كتقدم هكا. البنات هذا هو الطبق ديالي اللي قدمت لكم هذا النهار. الغداء ديالي هذا النهار شاركته معكم هو هذا. كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى انكم تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. واللي ما تابوناش يتابوناو وفعل الجرس. والصراحه جربوا هذا الغولي، فيه واحد المذاق رائع. كنتمنى الصراحه تجربوا هذا الغولي ديال الدجاج بهذه الطريقه وبهذه المقادير، كتجي فيه واحد اللذه ما نقول لكمش، وكيجي غزال. انا قلت لكم هذا قدمته لكم في الفران، طيبته في الفران. واللي بغى يفورو، اللي ما بغاش يديرو في الفران يفورو عادي، يصوطيه هكا باش كيقرملو كيجي زوين. ولكن هذا الغولي هذا ما نقول لكم الصراحه، المذاق طريقه بسيط دغيا كيوجد. وراه حتى المقادير صراحه بسيطه، الا جيتو تشوفوا تعمروه باش ما بغيتو. يعني كيبقى داكشي ديال الحشوه، ديروا اللي عجبكم. قدمتو مع الرز، كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وشكرا بزاف على المتابعه، وشكرا على لي كومونتير ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله.